يد العون. كن هاي الراي، كن هاي الراي. وتنسيهم الأيام الصعبة التي قضوها أثناء نزوحهم بالخيم، ونسأل الله أن يكون هذا العمل هو بادئ خير لأعمال جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العوائل وتقديم المساعدة لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن فريق الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية وأنصر، قمنا بتجهيز 250 منزل سكني في منطقة عفرين، في ريف عفرين تحديدا. المنازل تستهدف الناس المتضررة من الزلزال، معظم الناس المتضررة بالزلزال اللي ضرب شمال غرب سوريا. الحمد لله رب العالمين، بعد تجهيز المنازل الحمد لله اليوم نشهد افتتاح هذه القرية بعد ان اصبحت عاملة بالسكان. الحمد لله رب العالمين. نتمنى ان شاء الله تقديم المزيد من الدعم من اخوتنا المتبرعين في يد العون، المتبرع الاساسي لهذه القريه قريه يد العون 2. والحمد لله رب العالمين، ان شاء الله في تطور دائم من اجل هذه المشاريع السكنيه التي تخدم منطقتنا في الشمال السوري المحرر. الخدمات مجهزه بالقريه، سوق تجاري، حديقه، جامع، مدرسه ومستوصف ومركز صحي ومحال تجاريه. اليوم تبدأ هذه العوائل حياة جديدة كريمة مستقرة، حياة آمنة بعيدة عن الخوف وعن أي عوامل كانت في السابق. اليوم أول شغلة لما بطلع بصد الله على شغلي، يعني بأمن إنه أولادي جوا بيت ما حدا راح يتحمل لا وحش ولا غيره ولا سامر. إضافة لهيك يعني في استقرار أكثر من الخيمة، في نظافة بالشارع أكثر من خيمة من الوحل اللي حوالينا، والله سبحانه وتعالى يقدرنا فعل الخير للأولاد مثل ما قدركنا فعل الخير لنا، والله يجزيكم خير ويبارك فيكم وفي كل من ساهم في هالمشاريع هاي، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بجعله في ميزان حسنة. الله يحفظك ويبارك فيك. وهذا الخير من يد العون التي امتدت إلى أهلنا وإلى بلادنا من وراء البحار، من أقاصي الدنيا، من وراء المحيطات، من بلاد بعيدة بعد المشرقين عن بلادنا. تركين كنا بالغربة، بيتنا انصرع من الهزة الأرضية الزنزال. أمس في نزلة المطر صار ينزل علينا مطر، وهيك البيت هو عمار قديم في الطين، صار يفوش ينزل هالطين علينا وينهد البيت شوي شوي. أمنا جينا لهون باركنا عند أبوي، صرنا شهر هلا باركينه عم بيعين فينا، يبارك إن شاء الله بتعطونا هالبيت بنبرك فيه. مأوى للعوائل التي فقدت منازلها وكانت تسكن في خيم هذه. نديم أحمد الحلو من حيان. ايوه كنا بحريتان، بعدين لحلب، بعدين لتيرب، بعدين لمعارة. المهم تنقيل 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 تنقيل. ايوه جينا لعفرين، عفرين ما لقينا بيت، اعطونا مخيم، بارك لنا المخيم. بعدين اجى جينا لهون، والله كويس يعني، الله يديه الخير وبارك الله فيهم. مرحبا. والله نشوف. حالة تانية عندك؟ حالة تانية.